هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومائة وثمانية وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وثلاثة وسبعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين واثنين وثلاثين ألف شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه التي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه